مرحبا بكم معنا مشاهدي شهيوات لو 360، معكم شاف نسرين بن مبخوت من مازاغون بيتش ريزورت. اليوم جيت نقدم لكم سوب دو بولي ولا شوربة الدجاج. لتحضير هذه الشوربة غنحتاجو المقادير اللي هي كالتالي: سوبريم دو بولي صدر الدجاج، المرق المرافق اللي هو عبارة عن الكاركاس دو بولي عظام الدجاج، الكاروت، الجزر، لونيون، البصل والثوم والأوراق المنسمة، الزعتر، اليزير، ورقة سيدنا موسى، الدجاج، اللوطا، الزعتر، المايس، الكاروت، السل، بواغ، الويل دوليف. ندوزو لطريقة التحضير. الان غنقدم لكم طريقه الطهي. كنديروا الويل دوليف، ناخذوا الدجاج ديالنا اللي ديجا قطعناه على شرائح، عباره عن شرائح، كنوضعوه في المقلاه وكنقوموا بالطهي ديالو. كنبقاو نطيبوا فيه مع التحريك حتى كينضج. ملي كيطيب المرق ديالنا كنريكوبيريو هذيك لاصوص، كنزيدو عليها الغو اللي هو عباره عن زبده مدابه زائد طحين، كتكون كميه الزبده نفس كميه الطحين، كنزيدوها على هذاك المرق وحنا كنحركو بالفوي حتى كتكون ولي عندنا واحد لا ليزون اللي هي خفيفه اللي يجي كما كتشاهدوا معنا سيداتي سادتي. ما هي بيضاء مايله اللون البيج كما قلت لي سبق لي وقلت لكم، كيكون فيها كاع لي سوك نوتريتيف، كاع المواد الغذائيه فيها. دابا غنقوموا بتقطيع الدجاج، غندوزوا التقطيع ديالو اون تي دي، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، بغيتوا تقطعوه مكعبات كبيره ولا مكعبات صغيره. الان كما كتشاهدوا معايا انا ديجا حضرت الدجاج ديالي وقطعته مكعبات. الان غنزول هاد المقله غنستعمل وحده اخرى اللي غندير فيها المرق. باش نوريكم طريقه التحضير اللي هي جد سهله وبسيطه. كيف ما سبق ليا وذكرت كناخذوا على حسب القياس اللي بغينا حنا دو لوش حتى لكاتخ لوش، كنديروها كتسخن مع التحريك باش ميلصقوش لنا المكونات، وكنقومو بإضافة المكونات الأخرى اللي سبق ليا وصلت ليها اللي هي كاغوط من دو كويير حتى دو من سول كويير حتى دو كويير، مايس، لوطا، طبيعة الحال الدجاج اللي هو المكون ديالنا الرئيسي. بالإضافة الملح والبزار على حسب الذوق مع التحريك. هالوصفة ديالنا وجدات. الان غندوزو لمرحلة التقديم. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الطبق ديالنا راه كمل، دابا غندوزو لمرحلة التقديم اللي هي كالتالي. غناخدو بول اختيارية على حسب الذوق ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بصحة وراحة.